مرحبا بكم. في هذه الحلقة سنعرض لكم مجموعة من الحيل التي يمكنكم اللجوء إليها للتأثير على قرارات الآخرين. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. أولا، كن الأول أو الأخير، إنها قاعدة ذهبية يعتمد عليها منتجو الأفلام الناجحة. إذا كانت بداية الفيلم جيدة وكانت نهايته أيضاً جيدة، فإن الفيلم سيحصل على تقييم جيد بغض النظر عن الأحداث التي في المنتصف. إذا كانت لديك مقابلة عمل مثلاً، فحاول أن تكون من أول الأشخاص الذين يجتازون المقابلة أو انتظر للنهاية. ذلك سيساعد المشرف على تذكرك بشكل أفضل. ثانياً، تأثير المرآة. إذا كنت تحاول إقناع شخص بفكرة ما، فمن الأفضل أن تحاول تقليد إيماءات وجهه، حركات يديه، وأيضاً طريقته في الكلام. أجرت جامعة نيويورك دراسة حول هذا التأثير، وأكدت النتائج أن الإنسان يتواصل بسهولة مع الأشخاص الذين يذكرونه بنفسه، وهو ما يعرف أيضاً بتأثير الحرباء. يمكن استعمال هذه المهارة أثناء اجتماع مهم أو أثناء نقاش لإقناع شخص بفكرة ما. ثالثاً، لون العين. إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من مشكلة في التواصل البصري، فحاول أن تحدد لون عين الشخص أثناء التحدث معه. يحتاج الإنسان في العادة إلى 3 أو 5 ثوان لتحديد لون العين، وهي فترة زمنية كافية لتحقيق تواصل بصري جيد مع الشخص الآخر. وفي الغالب سيشعره ذلك بالتوتر، مما يضعف موقفه أمام موقفك. رابعاً، قاتل أو اهرب. اعتاد الإنسان منذ القدم على اتخاذ قرار بالقتال أو الهروب في حالة الشعور بالخطر. وفي كلتا الحالتين، فإن نبضات القلب تصبح أسرع وترتفع نسبة الأدرينالين في الدم، وهو ما يؤدي إلى زيادة نشاط أطراف الجسم. ومن أجل تفريغ الطاقة الزائدة، سيلجأ الإنسان الذي يشعر بالخوف بسبب الكذب إلى القيام بحركات مثل فرك اليدين أو لمس الرأس. ومن الممكن أن ترتفع حرارة الجسم أيضاً، أي أن ملاحظة تصرفات الإنسان أثناء إجابته على أي سؤال هي أفضل طريقة لتحديد مدى صدقه. خامساً، التزام الصمت. يسبب التزام الصمت عادة شعوراً بالندم لدى أي شخص. إذا طرحت سؤالاً على أحدهم، فحاول أن تلتزم الصمت بعد سماع إجابته. ذلك سيصيبه بالتوتر ويدفعه لمراجعة إجابته إذا كان يكذب. كما ينصح الخبراء بتجنب النظر مباشرة إلى العين بعد سماع الإجابة. من الأفضل أن تنظر إلى جبين الشخص الذي طرحت عليه السؤال، فذلك سيزيد من توتره. سادساً، المجاملة. كل البشر يحبون المجاملة، وذلك يشمل النساء والرجال أيضاً. إذا كنت على وشك بدء حوار مهم بهدف إقناع شخص ما أو التأثير على رأيه، فمن الأفضل أن تبدأ حديثك بمجاملة. ومن الأفضل أن تكون المجاملة متعلقة بتفاصيل دقيقة مثل ساعة اليد أو النظارات أو تسريحة الشعر وغيرها. كما يستحسن أن تعطي المجاملة تقديراً لمجهودات الآخرين. فإذا كنت تعرف أن ذلك الشخص يمارس الرياضة، فيمكنك إخباره بأن بنيته الجسدية قد تحسنت. سابعاً، طلب المساعدة. إذا كنت قد حصلت على وظيفة جديدة أو انتقلت لمدرسة جديدة، فإن أفضل طريقة لإعطاء انطباع إيجابي عنك يسمح لك بالتواصل مع الآخرين تكون عن طريق طلب المساعدة، مثل الاستفسار عن موقع المكتبة أو عن أقرب مقهى لمكان العمل. هذه الطريقة ستجعل الآخرين يشعرون بالسرور ويتعاملون معك بودية أكبر. ثامناً، قاعدة 5 ثوان. وفقاً لعلماء النفس، فإن 5 ثوان كافية لفهم ما إذا كان الشخص الذي تتحدث معه مرحباً بك أم لا. وإذا كنت تريد الحصول على قدر أكبر من الترحيب والاحترام خلال لقائك الأول بأحدهم، فهناك أمران يجب الاهتمام بهما: المظهر والتصرفات. عليك دائماً اختيار الملابس المناسبة للمكان الذي تذهب إليه أو الحدث الذي ستشارك فيه. وإذا كنت ستلتقي مع مديرك مثلاً، فإن وضع اليد في الجيب سيعطي انطباعاً بأنك شخص ضعيف الشخصية، وبالتالي لن تحصل على القدر الكافي من الاحترام. تاسعاً، تأثير الطعم. يتم استخدام هذه الحيلة عادةً في التسويق. إذا أراد المتجر بيع كمية كبيرة من الكاميرات التي تقدر قيمتها ب$500، فإن تلك الكاميرات سيتم عرضها بين كاميرا أخرى ذات قيمة $200 وكاميرات قيمتها $1000. حتى وإن كان سعر $500 مرتفعاً، فإن الزبون سيراه سعراً متوسطاً في هذه الحالة. عاشراً، التوقف عن الكلام. إذا كان المستمع يضع يده على ذقنه
أو يلمس وجهه عند حديثك معه، فعليك التوقف عن الكلام فوراً لأنه بكل تأكيد غير مركز مع ما تقوله. وخلال اللقاءات الرسمية يمكنك أيضاً التوقف عن الكلام إذا كان الشخص مسترخياً على ظهر الكرسي أو قام بحركات تمدد توحي بشعوره بالإرهاق. التوقف عن الكلام في هذه الحالة سيلفت انتباهه إليك. 11. تذكر الأسماء. نسيان أسماء الأشخاص المقربين منك أو حتى زملائك في العمل هو أمر سيء للغاية. ذلك يجعل الآخرين يشعرون بأنهم عديمو الأهمية. وأفضل طريقة لتذكر أسماء الآخرين إذا كنت تتواجد في وسط به العديد من الأشخاص تتمثل في ترديد الاسم عدة مرات أثناء التحدث مع الشخص. يمكنك دائماً البدء باسم الشخص عند طرح سؤال أو عند إخباره بشيء ما. 12. المواضيع المشتركة. يميل الإنسان للتعاطف مع الآخرين إذا شعر بأن شيئاً ما يجمعه بهم. إذا كنت تعرف أن الطرف الآخر يحب أفلام الرعب مثلاً، فإن التحدث عن تلك الأفلام سيساعدك في التقرب إليه أكثر. 13. المبالغة. إنها حيلة يتم استخدامها بكثرة في المتاجر، حيث يعرض سعر مبالغ فيه أمام الزبون، وعند مطالبته بتخفيض يتم بيع المنتج له بالسعر الذي أراده المتجر من البداية، حيث إن السعر قبل التخفيض كان أكبر من سعر المنتج بكثير. ويمكنك استعمال هذه الحيلة في حياتك اليومية أيضاً. إذا أردت اقتراض مبلغ $50، فأخبر صديقك أنك بحاجة $100، وإذا رفض أخبره بأن $50 قد تكون كافية، وحينها لن يرفض طلبك. إذا أردت جلب حوض أسماك إلى المنزل وكنت واثقاً بأن والديك سيرفضان الفكرة، فأخبرهما بأنك تريد جلب قط أو كلب إلى المنزل، وبعد أن يعبر عن رفضهما أخبرهما بأنك تريد سمكة فقط. 14. المبادرة. إذا كنت تتعامل مع الكثير من الأشخاص في حياتك اليومية، فحاول دائماً تقديم المساعدة لهم حتى وإن لم يطلبوا ذلك. حينها سيكون كل من حولك مدينين لك، وإذا احتجت إلى مساعدتهم يوماً ما فلن يرفض أحد طلبك. 15. لون الملابس. الألوان لها تأثير كبير على تصرفات الأشخاص، ولذلك يجب أن تحرص دائماً على اختيار الألوان المناسبة. إذا كنت في مقابلة عمل مع شركة كبيرة، فتجنب الألوان الزاهية مثل البرتقالي والأخضر الفاتح. كما أنه يفضل ارتداء أحذية ذات نعال سميكة لزيادة الطول بالنسبة للرجال، وأحذية الكعب العالي بالنسبة للنساء، حيث يؤكد خبراء علم النفس أن طوال القامة يعطون انطباعاً أفضل عن الجدية في العمل. 16. التدرج من الأصغر إلى الأكبر. إذا كنت تريد إنجاز عمل ما ووجدت صعوبة في ذلك، فحاول تقسمه إلى عدة مهام. هذه الطريقة تنفع في التعامل مع الأشخاص أيضاً. إذا أردت أن تطلب من أحدهم إنجاز مهمة، فمن الأفضل عدم إخباره بالمهمة الكاملة، لأنه قد يرفضها إذا كانت صعبة أو تستغرق الكثير من الوقت. يمكنك إطلاعه على خطوة البداية فقط، على أن يتم إطلاعه على الخطوة المقبلة بعد إنهاء الخطوة الأولى. 17. الموضوعية. إذا كنت تناقش أمراً ما مع مجموعة من الأشخاص وطرح أحدهم رأيه الشخصي أو اقترح فكرة لم تنل إعجابك، فبإمكانك انتقاد موضوع الفكرة أو طرح فكرة أخرى، لكن انتقادك يجب أن يتمحور حول موضوع الفكرة بعبارات مثل الفكرة غير مناسبة أو يمكننا إيجاد حل أفضل. أما انتقادك لصاحب الفكرة بعبارات مثل أنت عديم الخبرة ولذلك فإن فكرتك غير مناسبة أو أنت دائماً تطرح أفكاراً سيئة، فسوف يجعلك تفقد احترام بقية أطراف النقاش. 18. بدء المحادثة بنكتة. في الغالب يواجه الإنسان مشكلة في افتتاح حوار مع شخص لم يتحدث معه من قبل، وإذا كنت تعاني من هذه المشكلة فأفضل طريقة لبدء حوارك تكون عن طريق إلقاء نكتة جيدة، لكن عليك أيضاً تعلم المزيد من النكت وتجنب تكرار نفس النكتة في حضور نفس الشخص، لأن ذلك سيجعلك شخصاً مملاً. 19. اختيار الوقت المناسب. وجد المختصون في علم النفس أن الإنسان لا يجد فرصة لإبداء رد فعل متسرع عند انشغاله بشيء ما مثل القيادة أو الأكل، ولذلك عند محاولة إخبار أحدهم بخبر سيء أو إيصال معلومة قد تثير غضبه، فمن الأفضل فعل ذلك أثناء دعوته لتناول الطعام. انشغاله بالأكل سيعيقه عن القيام بأي رد فعل متهور. 20. خلط الأمور لإقناع الآخرين. يتم استعمال هذه الطريقة في المتاجر، فإذا أراد التاجر بيع شيء مقابل $50 فسوف يخبرك بأن سعره هو $50.999،
وعند سماع الزبون لرقم كبير مثل 999 سيبدو له الرقم 50 صغيرا جدا، ومن المرجح أن يدفعه ذلك لشراء المنتج. 21. ابدأ من غرفتك. هذه الطريقة لا تؤثر على سلوكات وقرارات الآخرين، لكنها تؤثر على حياتك الشخصية، وهي النظرية المعروفة أيضا باسم نظرية النوافذ المكسورة. في الثمانينيات قام العلماء بتجربة تمثلت في كسر مجموعة من نوافذ بنايات المدينة لإظهار الأمر وكأنها مجموعة من جرائم السرقة الصغيرة، لكن ذلك ساهم في زيادة معدل الجرائم الأخرى بسرعة. وحين تم إصلاح تلك النوافذ عادت الأمور إلى مجراها الطبيعي، وهو نفس الشيء في حياتنا اليومية. فإذا أردت الحفاظ على نظام حياتك فعليك البدء بتنظيم غرفتك في الصباح. 22. تناول الطعام. إذا كنت تشعر بالتوتر فعليك بتناول الطعام، وإذا أردت مساعدة أحدهم للتخفيف من توتره فعليك بدعوته لتناول الطعام، حيث أكدت العديد من الدراسات بأن تناول الطعام يمكنه تشتيت التركيز ويساعد أكثر على الاسترخاء. وأخيراً، الصياغة الصحيحة. إذا أردت أن تطلب خدمة من أحدهم فعليك صياغة طلبك بطريقة صحيحة، وذلك من خلال إظهار حاجتك للمساعدة. إذا أردت مثلاً أن تطلب من صديقك المساعدة لنقل الأغراض بقولك مرحباً، هل يمكنك مساعدتي لنقل الأغراض؟ فإنه سيرفض إذا كان لديه أمر آخر يقوم به. أما إذا قلت له ساعدني لنقل الأغراض من فضلك، فإنه بتأكيد لن يخترق الأعذار وسيقوم بمساعدتك إذا لم يكن مشغولاً. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟